إذا عودة مرة أخرى متابعينا مشاهدينا في كل مكان عبر قناة عمان الرياضية لنستكمل معكم حديث هذه المباراة التي تبدا بالبداية الرائعة لمنتخب نيوزيلندا وبالتالي شبيب محمد الحبسي يكمل معكم أحداث هذا اللقاء وأحداث هذه المباراة التي تجمع ما بين منتخب نيوزيلندا ومنتخب باكستان للتأهل للألعاب الأولمبية القادمة التي ستكون في باريس في صيف هذا العام وبالتحديد في السادس والعشرين من يوليو وبالتالي نحن الان مع هذه المباراه ومع هذه المواجهه التي حتى هذه اللحظه التعادل السلبي هو سيد الموقف ولم نشاهد اهداف تحضر بالنسبه للمنتخبين لكننا الان مع هذا الشوط ومع هذا الربع في الشوط الاول ركنيه جزائيه ستكون حاضره الان ركنيه جزائيه لمصلحه منتخب نيوزيلندا فرصه ومحاوله ولكن بعد ذلك الكره ستكون لركنيه جزائيه اخرى قد يكون ذلك حاضرا بعد الكره الماضيه هنا لاحظ هنا شاهد هنا تابع هنا هذه الكره وما حدث فيها نعم وبالتالي نعم الكره اصطدمت في قدم لاعب منتخب باكستان وبالتالي سنشاهد ركنيه جزائيه اخرى هذه الرابعه بالمناسبه هذه الركنيه الجزائيه الرابعه دون تسديد وهنا آه غريبه غريبه والكره ضاعت نعم منتخب نيوزيلندا غير محظوظ ومنتخب يعني من من اساسيات لعبه الهوكي بالمناسبه من الاساسيات ان تكون يعني لاعبا متميزا في الركنيات الجزائية فما بالك منتخب مثل نيوزيلندا يتحصل على ركنيات جزائية أربعة ولم يسجل ولا واحدة وبالتالي منتخب باكستان وجماهيره التي تحضر في التصنيف رقم 16 بالمناسبة عالميا في التصنيف الأخير وأفضل مركز كان في عام 2000 عندما حصل على المركز الرابع في, 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 في تلك الفترة وأسوأ مركز كان في, في المركز رقم 20 في يوليو من عام 2022 وبالتالي المنتخب الباكستاني الذي يعتبر من من ضمن المنتخبات المؤسسه ايضا للاتحاد الدولي للهوكي لان باكستان مباراتها الاولى التاريخيه كانت في لندن في عام 1948 عندما لعبت اول مباراه تاريخيه امام بلجيكا وفازت بهدفين مقابل هدف واحد ولكن نتيجتها التاريخية الأكبر الخسارة التاريخية الأكبر كانت من أمام من أمام منتخب وهو يعتبر من المنتخبات الكبيرة وهو منتخب الهند بعشرة أهداف مقابل هدفين وهنا الكرة وهنا المحاولة لكن ضاعت الكرة الماضي طبعا باكستان إن وصلت إلى الألعاب الأولمبية ستكون للمرة رقم 18 بالمناسبة ونحن نتحدث عن مباراة التأهل أول مشاركة في عام 1948 والكرة الآن تعود منتخب نيوزيلندا الكرة الماضية التي ضاعت ولكن المنتخب باكستان الآن يحاول في هذه الكرة وفي هذه المحاولة الكرة واصلة بعد ذلك أيضا اليوم سيتحدد كذلك بطل التصفيات في فالنسيا الإسبانية ما بين منتخب إسبانيا ومنتخب اسبانيا الذي سيلعب اليوم المباراه امام اليوم نعم امام منتخب بلجيكا نعم في المباراه التي ستكون حاضره في مدينه فالنسيا اليوم طبعا هو الختامي ولكن هنا ركنيه جزائيه ايضا سنتحدث عن المباريات التي ستلعب اليوم بالنسبه لهذه التصفيات لان كل الامور مرتبطه اليوم بالمناسبه اليوم هو اليوم الختامي وبالتالي هنا لدينا الكره والمحاوله طبعا الكرة الآن والمحاولة لمصلحة منتخب باكستان ركنية جزائية أولى وكرة وغول باكستاني أول باكستان تسجل الهدف الاول عن طريق عماد معقب كابتن وقائد منتخب باكستان من الركنيه الجزائيه الاولى باكستان تسجل والقمصان الخضراء يسجل الهدف الاول على غير مجريات اللقاء لكن باكستان بقيادة نجمهم عماد بعقب يسجلون هذه الكرة التحضير وبعد ذلك تهتز شباك ليون هاور والهدف الاول في هذا اللقاء كرة باضية من ركنية جزائية وهدف الاول يأتي في هذه اللحظات لمصلحة باكستان اذا باكستان تتقدم بالنتيجه وتسجل الهدف الاول الان المباراه ستكون بطابع اجمل بإثارة أكبر وهذا ما نريد هذا ما نتمناه وبالتالي من يستغل هو من سيفوز من يستغل هو من سيفوز الذين يحظون أيضا بجمهور إذا إسبانيا نعم مع بلجيكا كما ذكرت وإيرلندا أمام كوريا الجنوبية أيضا من سيلعبون اليوم اليوم هو الختام وبالتالي من سينضم الى المتاهلين؟ من سيكون متواجدا مع المتاهلين من خلال هذا اليوم ومن خلال البطوله التي ستكون في باريس فرنسا اول المتاهلين وسنذكر عن نذكر بالمتاهلين الذين ذهبوا وسيذهبون الى باريس في قادم الوقت بالنسبه لهذه التصفيات الان الكره لمصلحه منتخب باكستان باكستان تحاول وهنا كره وهنا محاوله وهنا فرصه لكن الكره عادت وصلت بعد ذلك على غير مجريات اللقاء وبالتالي الكره الماضيه نعم منتخب باكستان الان سيحاول ان يسجل هنا شهناز خان سعيد سيكون سعيدا هذه الليلة إن فاز منتخب بلاده في هذا اللقاء وفي هذه المواجهة إن حدث ذلك ووسط جزائية يعني لو في منتخب غير منتخب النزند الآن لكان متقدما نعم تتحصل على ركنيات جزائية لكن في المقابل منتخب باكستان هذا ما يعيب منتخب باكستان أنه لا يعرف كيف كيف يتجنب الأخطاء وهذا ليس من مصلحة منتخب باكستان بالمناسبة ليس من مصلحة منتخب باكستان الآن لدينا الكرة ولدينا المحاول ولدينا الفرصة من الركنية الجزائية التي ستكون حاضرة ركنية جزائية لمصلحة منتخب نيوزيلندا الذي لا يستطيع أن يسجل وهنا أيضا ركنية جزائية أخرى ولا تحتاج إلى حساب الركنيات الجزائية وقد يعود إلى تقنية الفار كما المباراة قد يفعلها بالمناسبة لأنني يعني وكأني رايت حكم المباراه وكانه يشير الى 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 العود لا لن يعود هذا شيء مهم وهنا تستكمل المباراه وهنا لدينا الكره ولدينا المحاوله ولكن الكره بعد ذلك وقول لليوزدا تسجل الان بعد ركنية جزائية سابعة وبعد متابعة كانت حاضرة من سكوت بويت الذي يسجل الهدف الأول لمصلحة منتخب نيوزلندا بعد متابعة نعم كانت حاضرة تصدى وقار للكرة الباضية نعم كانت قوية جدا من قبل لاعب منتخب نيوزيلندا من قبل بايلر تونت ولكن بعد ذلك جاء سكوت و سجل هدف التعادل وعد منتخب بلاده إلى اللقاء وإلى المواجهة إذن التعادل الآن واحد مقابل واحد وفرحة بكل تأكيد بالنسبة لمنتخب نيوزيلندا فرحة ستكون حاضرة وكبيرة لمنتخب نيوزيلندا والتعادل هدف مقابل هدف وبالتالي اذا تحدثنا عن المتاهلين في النسخه الماضيه في الالعاب الاولمبيه طوكيو لدينا اليابان كونها المستضيف والارجنتين وجنوب افريقيا وبلجيكا واستراليا كندا المانيا وبريطانيا والهند ونيوزيلندا وايضا كذلك هولندا واسبانيا في تلك البطوله وفي تلك المنافسات التي كانت حاضره في طوكيو ويومها يعني منتخب نيوزيلندا بالمناسبه في تلك البطولة حقق المركز التاسع في البطولة التي فازت فيها بلجيكا وجاء منتخب وهنا لدينا كرة ولدينا محاولة ولدينا قول أو ماذا ماذا يقول حكم المباراة في الكرة الماضية هل سيعود إلى تقنية الفار هل سيعود 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 ربما إلى تقنية الفار بعد الكرة الماضية وبعد اللعبه الماضيه ماذا سيقول؟ الفار نعم حاضر. ماذا سيقول حكم المباراه لكن ننتظر الاعاده. لاحظ الكرة بعد ذلك ننتظر ننتظر بكل تأكيد القرار النهائي حكم المباراة ربما يكون قرار صعب بعض الشيء لكن ننتظر بكل تأكيد ماذا سيقول الهدف لن يحتسب نعم ألغي الهدف بعد الكرة الماضية وبالتالي تبقى النتيجة تبقى النتيجة على حالها وهدف مقابل هدف ماذا اوه حكم المباراة يشير إلى ضربة جزائية ركنية جزائية لمصلحة باكستان ركنية جزائية ستكون حاضرة الآن محمود عبده محمود عبده هو على التنفيذ أمام حارس المرمى محمود جول ثوري باكستان تسجل الثوري وترسل التهاني لجماهير باكستان ويتقدم محمود عبدو بالهدف الثاني وفرحته في المدرجات باكستان هدفين نيوزلندا هدف وهنا الكرة وهنا اللعبة وهنا الهدف الجميل من تحت الأقدام باكستان تسجل الآن والهدف الثاني أتى واللعبة جميلة جميلة من محمود صاحب الخمسة وعشرين سنة في مباراة رقم خمسة وسبعين يسجل الثاني ونحن نقترب عزيز المتابع من نهاية الربع الثاني من شوط المباراة الأول نعم باكستان تسجل باكستان نعم هي من تسجل والهدف الاول ايضا حسب ما شاهدناه هو نعم الان محمود سجل الهدف الثاني له في هذه المباراه وبالتالي هو من سجل الاول والان هو يسجل الثاني محمود عبدو هو من يسجل لمصلحه منتخب باكستان هدفين مقابل هدف واحد وبالتالي ستصعب المهمه اكثر واكثر على منتخب نيوزيلندا في هذا اللقاء وفي هذه المواجهه الان الكره ستعود باكستان تحاول وهنا لدينا شهيد حنان واحد من اللاعبين المميزين الكره مستمره المحاوله ايضا مستمره هذا فريندلي من افتتح اهداف منتخب نيوزيلندا بالمناسبه في هذه التصفيات الصعوبه تزداد ولكن هنا لدينا ولدينا المحاوله لكن ستعود مره اخرى منتخب نيوزيلندا يعاني في هذا اللقاء وبالتالي الاختبار الحقيقي اما ان تكون نيوزيلندا في بطوله الالعاب الاولمبيه واما ان يكون منتخب باكستان هو المتاهل اليوم سيتحدد المصير وسنعرف المتاهلين بالنسبه لهذه التصفيات المقامه هنا في مسقط إذا الكرة تعود طبعا في التصنيف الحالي بالنسبة لمنتخب نيوزيلندا الذي يحتل المركز الحادي عشر وأفضل مركز هو المركز الخامس في عام 2013 وأسوأ مركز هو في عام 2023 عندما احتل المركز الثالث عشر ومباراته التاريخية الأولى يعني نيوزيلندا بدأت لعبة الهوكي حتى قبل باكستان لأن نيوزيلندا لعبت أول مباراة كانت أمام أستراليا في عام 1922 بالمناسبة وفازت يومها نيوزيلندا بخمسة أهداف مقابل أربعة وبالتالي الآن نحن مع هذه المباراة التي سيحاول فيها منتخب نيوزيلندا أن يصل وأن يحرم باكستان نيوزيلندا إن وصلت ستكون هي المرة الرابعة عشرة التي يصل فيها منتخب نيوزيلندا إلى بطولات العالم الى عفوا الى بطوله الالعاب الاولمبيه اول نسخه كانت عام 1956 كان اول وصول طبعا نيوزيلندا فازت بالمناسبه بالبطوله في عام 1967 كافضل انجاز بالنسبه لمنتخب لمنتخب نيوزيلندا كانت في مدينه مونتريال الكنديه في عام 1967 عندما وصلوا وذهبوا للالعاب الاولمبيه في في تلك الفتره وبالتالي حققوا اللقب عندما فازوا على استراليا بهدف مقابل لا شيء ويومها منتخب باكستان حقق المركز الثالث بعد ان فاز في المباراه النهائي في المباراه تحديد الثالث والرابع على هولندا بثلاثه اهداف مقابل هدفين ويومها يعني منتخب نيوزيلندا كان قويا جدا في تلك الفتره وفي ذلك الزمان وبعد ذلك منتخب نيوزيلندا غاب وغاب عن تحقيق اللقب وفي ظل الظروف الصعبه بالنسبه وايضا قوه المنافسه لا اعتقد بان نيوزيلندا وان تاهلت ان تنافس منتخبات اوروبا وان تقارع منتخبات اوروبا ايضا لدينا من المنتخبات القويه منتخب الهند بكل تاكيد لكن منتخب باكستان يريد أن ينسى ما حدث في البطولة الأخيرة، يريد أن ينسى ما حدث في مدينة جوانشو الصينية في الألعاب الآسيوية الأخيرة في العام الماضي، يريد كذلك أن تكون الأمور مختلفة، الآن الكرة تعود، المحاولة أيضاً تعود، والفرصة أيضاً تعود، لكن تقطع بعد ذلك، وصلت هذه الكرة، وصلت هذه المحاولة، مستمرة لمصلحة منتخب نيوزيلندا، كم الوقت المتبقي؟ بالنسبة للربع الثاني منتخب باكستان وجماهيره وجماهيره تنتظر الوقت وايضا تحسب الوقت من اجل ان ينهوا الشوط الاول بهذا التقدم هدفين مقابل هدف واحد هدفين مقابل هدف واحد سجلت باكستان اولا عن طريق اللاعب محمود عبده من ركنيه الجزائيه ثم عاد منتخب اسكتلندا عن طريق منتخب نيوزيلندا عن طريق سكوت من ركنيه جزائية ثم بعد ذلك جاء نفس اللاعب وهو محمود عبده وسجل الهدف الثاني من جزائية كانت حاضرة من ركلة جزائية وسجل هدف التقدم بعد, شو بعد ربع أول كان سلبيا سلبيا من حيث النتيجة وأيضا من حيث الأداء آخر دقيقة وينتهي الربع الثاني وينتهي الشوط الأول آخر دقيقة عزيز المتابع الآن الكرة ستعود المحاولة أيضا ستعود الفرصة ايضا ستعود نذكر بان الثامنة والنصف بحول الله تعالى ستكون المباراة المنتظرة في النهائي بالنسبة للتصفيات ما بين بريطانيا والمانيا. وهنا لدينا ربما يكون الخطا اذا الان الكرة ستعود مرة اخرى لاحظ الكرة الماضية عادت الآن وصلت بعد ذلك هذه كرة ستكون خطيرة ولكن الإبعاد الإبعاد والصافرة تأتي الآن ليعلن حكم المباراة نهاية الربع إذا عودة مرة أخرى متابعينا مشاهدينا في كل مكان عبر قناة عمان الرياضية وعلى غير معطيات اللقاء وعلى غير كذلك التوقعات والترشيحات لكن الأمور اختلفت بالنسبة لهذا اللقاء باكستان التي تظهر اليوم في أفضل مباراة لها في هذه التصفيات في ظهورها الخامس في هذا الـ في هذه التصفيات ومباراتي الخامسه لكنها أبلت بلاء حسنا بالتقدم على منتخب نيوزيلندا بهدفين مقابل هدف واحد وبالتالي التقدم نعم كان في البداية لمصلحة باكستان ثم عودة منتخب نيوزيلندا ثم بعد ذلك عودة منتخب باكستان للتقدم وبالتالي أعود أنا شبيب محمد الحبسي ليكمل معكم حديث هذه المباراة في الربع الثالث ربع ساعة ستكون حاضرة ومنتخب نيوزيلندا في كرة في محاولة لكن الخطأ أيضا حاضر في الكرة الماضية وفي اللعبة الماضية هنا لدينا بكل تأكيد التغييرات التي ستكون حاضرة والتغييرات التي ستكون متواجدة من جانب المدربين لتغيير النتيجة شهناز خان سعيد يريد ان يكون سعيدا هذه الليلة يريد ان يفوز مع منتخب بلاده ويذهب الى بطولة الالعاب الاولمبية في النسخة القادمة وأن يكون حساب منتخب استراليا بهدفين مقابل هدف واحد كانت في مدينة مكسيكو سيتي المكسيكية ثم بعد ذلك فازت باللقب في عام 1984 في لوس أنجلوين عندما خسرت في المباراة النهائية وبالتالي منتخب باكستان عندما وصل لاول مره الى المباراه النهائيه كان في عام 1956 عندما خسر في مباراه امام الهند بهدف مقابل لا شيء الغريم التقليدي وثاني مره حقق المركز الثاني ايضا من امام منتخب الهند في عام 1964 في مدينه طوكيو اليابانيه وبعد ذلك امام المانيا في ميونخ في 72 ليغيب بعد ذلك منتخب آه منتخب باكستان عن المركز الثاني لكن بالنسبة للمركز الثالث أيضا لمرتين في 1967 في مدينة مونتريال الكندية و92 في مدينة برشلونة الإسبانية وثلاث مرات للمركز الرابع في 48 و52 وفي عام 2000 في مدينة سيدني الإسترالية وهنا كرة وهنا محاولة وما زالت مستمرة باكستان لكنها بعيدة, بعيدة 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 سابق العهد عن السنوات والسنوات الماضية لكن الآن باكستان ليست هي باكستان زمان وليست هي وأيضا غاب في قبل ذلك في موسكو في ثمانين وغاب كذلك في ريو دي جانيرو والآن يريد أن يحضر وأن يتواجد في النسخة رقم خمسة 25 الآن الكرة ستعود والمحاولة أيضا ستعود لمصلحة منتخب نيوزيلندا الشوط الربع الثالث يذكرني بالربع الاول الذي كان فيه كذلك المستوى بهذه الصوره لكن منتخب بطوله الالعاب الاولمبيه ونيوزيلندا تمتلك فيليب بروس اللاعب الاشهر بالنسبه لهم اللاعب الذي يعني سجل اكثر الهداف التاريخي ب 150 هدف وسجلها من خلال 343 مباراه دوليه عبر تاريخه وبالتالي يعتبر من ابرز لاعبي منتخب نيوزيلندا عبر كل التاريخ وهو اللاعب الذي حضر وتواجد منذ عام 2000 حتى 2015 واعتزل لعبه الهوكي على مستوى منتخب نيوزيلندا وايضا منتخب باكستان بالمناسبه يمتلك يعني سجل حافل نتحدث عن سهيل عباس ثم حسن حيدر ثم بعد ذلك طاهر زمان تتذكره الجماهير العمانيه بكل تاكيد ومحبي الهوكي طاهر زمان الذي مثل منتخب بلادي في 134 مباراه وسجل 252 هدف ومثل منتخب باكستان في عام 1987 حتى 98 وايضا درب منتخبنا الوطني لفتره من الفترات ثم بعد ذلك عاد الى الى باكستان وكان حاضرا وهو الرجل الذي حقق البطوله بطولة العالم في سيدني في 94 والمركز الثاني في برشلونه في 92، في ذلك الزمان كانت باكستان طبعا تقارع الكبار ولكن باكستان الان هي بعيده كل البعد، الان الكره تعود، نعم تحدثنا عن بعض الارقام بعض الاحصائيات وعدنا بالذاكره الى الماضي لكن لم يتغير شيء بالنسبه لهذا اللقاء وبالنسبه لهذه المواجهه، الكره الان ستعود والخطا ايضا سيعود مره اخرى لمصلحه منتخب نيوزيلندا تبحث عن حلول لكن منتخب نيوزيلندا في هذا اللقاء افتقد للكثير من ال... تقطع تعود مره اخرى عادت هذه الكره وعادت هذه المحاوله لكن بعد ذلك الكرة مستمرة إذا الكرة مرة أخرى إذا خطأ عادت الآن الكرة وعلى ما يبدو تقنية الفار ستكون حاضرة هذا أنا أنا ذكرت أن حلو أنك أنت يعني تعود إلى تقنية الفار وجميل جدا بأن يعني لا تظلم في المباراة لكن أنا أتمنى أتمنى ذلك رابورت الروسي الحكم الروسي من يديرون هذا اللقاء وهذه المواجهة الكرة الآن ستعود المحاولة أيضا ستعود وستستمر هذه اللعبة وهذه المحاولة ايضا هابش دارين روسي ايضا يتواجد ويحضر في هذه التصفيات واداروا مباراه تشيلي وكندا بالمناسبه الطاقم التحكيم الروسي لكن هذه اول مباراه يديرها الحكام المتواجدين مع بعضهم البعض ايضا حكم مصري متواجد احمد السيد يتواجد في بل أداروا عفوا لقاء منتخب لا لم يديروا هذه أول مباراة لأن دانن هابر وجابرييل راب راب لابوت أداروا منتخب مباراة منتخب بريطانيا وباكستان وبالتالي المباراة الأولى لهذا الطاقم مع بعضهم البعض في هذه المباراة وفي هذه التصفيات ولكن الأمور تستمر هدفين مقابل هدف واحد ويستمر بذلك التعامل إذا عودة مرة أخرى متابعينا مشاهدينا في كل مكان عبر عمان الرياضية لنستكمل معكم حديث هذه المباراة الربع الرابع والأخير الذي سيحدد فيه المصير إما باكستان وعودة إلى الألعاب الأولمبية مرة أخرى بعد غياب لسنتين بل بعد غياب لاخر نسختين للالعاب الاولمبيه غابوا عن ريو دي جانيرو البرازيليه ثم غابوا عن طوكيو ولكنهم يريدوا ان يذهبوا الى باريس يريدوا ان يذهبوا الى مدينه الاضواء الى مدينه النور ويرافقوا منتخب منتخبات العالم ويرافقوا منتخب بكل تاكيد منتخب الالماني ومنتخب بريطانيا العظمى الذين وصلوا من هنا من مسقط وبالتالي الان الربع ساعه الاخيره كيف ستكون؟ هل من وصول لنيوزيلندا ام باكستان؟ لكن باكستان تظهر بصوره رائعه وهنا كره وهنا محاوله وقد يسجلون الثالث لكن الكره الماضيه ضاعت ولا تاتيك الفرص دائما لا تاتي والتعادل التعادل ياتي مصلحة نيوزلندا وتسجل التعادل الآن عن طريق لاعبها الذي يظهر في الصورة وهو فريندلي فريندلي هو من يعود ويسجل الآن بل هو اللاعب هوغو أنجليس اللاعب رقم 29 هوغو أنجليس هو من يسجل هذه الكره هذه اللعبه هذه المحاوله التي لعبت ثم المتابعه المثاليه التي يسكنها هوغو في الشباك ويسجل بذلك هدف التعادل لمصلحه منتخب نيوزيلندا اذا يسجلون ويعودون ويتالقون في الربع الرابع والاخير والكرة الباضية التي تسكن في الشباك ويسجلون بذلك هدف التعادل هدفين مقابل هدفين وسط مطالبة من لاعبي منتخب باكستان بأن هناك خطأ لكن هذه الكرة هذه هي اللعبة هذه المحاولة وهذه الكرة التي اسكن هوغو في الشباك وبالتالي منتخب منتخب نيوزيلندا يسجل التعادل، التعادل الان الا اذا تغيرت الامور هنا هذه الكره نعم الكره الماضيه كان في قدم لاعب منتخب باكستان بالمناسبه بالمناسبه كانت ربما لن يحتسب الهدف ه هذه الكره سليمه ما فيها شيء وقد يحتسب هنا ربما ركله جزائيه لكن قبل ذلك الكره لامست قدم وبالتالي ذكاء كبير من عماد بعقب وان تكون حاضرا وبالتالي نعم وبالتالي النتيجة الآن هدفين مقابل هدفين الكرة الآن تعود المحاولة أيضا تعود وهنا لدينا كرة لكن تضيع إذن كل منتخب يريد أن يصل إلى باريس التي يعني عدد سكانها تقريبا 12 مليون التي أيضا سماها العرب سابقا ببريش وهي أكبر مدن فرنسا بكل تأكيد يريدون أن يصلوا وأن يذهبوا إلى برج إيفل ويذهبوا إلى متحف اللوفر ويتواجدون في قوس النصر هناك في باريس يريدون أن أن يجدوا الفرصة بأن يذهبوا وبعد ذلك وأن اتيحت لهم الفك الفرصة أن يذهبوا إلى ديزني لاند ويتجولون في باريس ويحضرون ويتواجدون في باريس لكن حتى الآن لا أحد يذهب إلى باريس لا نيوزلندا ولا منتخب كذلك منتخب باكستان لان الامور ما زالت صعبه ما بين المنتخبين شهناز خان تريد ان تتواجد يا شهناز كنت مع منتخب بلادك في السنوات الماضيه وتواجدت في السنوات الماضيه لكن الان الوضع اصبح مختلفا تماما والامور اصبحت مختلفه بكل تاكيد وبالتالي الامور ما زالت صعبه رغم ان باريس يعني في عام 1924 كان من الممكن ان تستضيف الالعاب الاولمبيه في تلك الفتره في عام 1924 لكن اندلعت الحرب العالميه الاولى وبعد ذلك الغيت بطوله الالعاب الاولمبيه في تلك الفتره وفي ذلك الزمان وبعد ذلك يعني باريس لم تستضيف ولم نخل الألمانية وروما الإيطالية وهننسكي الفنلندية وبرلين الألمانية ولا ننسى أيضا أمستردام الهولندية وأيضا أنتروب البلجيكية وأيضا ستوكهام كان مفترض أن تستضيف السويد في 1912 لكن لم تستضيف أيضا بالإضافة إلى مدينة آه لندن مدينة الضباب في عام 1908 وهنا كرة وهنا محاولة وما زالت مستمرة والمحاولة الخطيرة كانت حاضرة ومستمرة فرصة ولكن الخطأ يحضر الخطأ يحضر الخطأ حاضر والآن لدينا كم الوقت المتبقي عزيز المتابع عبر عمان الرياضية والتعادل هدفين مقابل هدفين المتبقي خمس دقائق على النهايه خمس دقائق اخيره على نهايه الربع الرابع لكن ليس نهايه المباراه لان المباراه بالتعادل الايجابي هدفين مقابل هدفين هذا ما يحدث هدفين نعم الكره الان تعود الكره مستمره يعني شوف باكستان بصراحه تراجعت كثيرا مما اثر على خاص التفاعل وبحّ الصوت وتحدثنا ولكن قد يلغى الهدف، قد يلغى الهدف، لا ادري ما الذي سيحدث في هذه المباراه لكن ربما سيلغى الهدف وسيكون لحكام المباراه قرار اخر ولكن ننتظر وسنشاهد هذه الكره. اعتقد بان الهدف سيحتسب. على ما يبدو بأن ألغي ما شهدت القرار لا الهدف صحيح الهدف صحيح إذا نيوزيلندا نعم نيوزيلندا تتقدم الآن بثلاثة أهداف مقابل هدفين وبالتالي عزيز المتابع الآن عزيز المتابع عبر قناة عمان الرياضية نحن في آخر دقيقتين على نهاية اللقاء ومنتخب باكستان بكل قوته وبالتالي الفرصة الآن لمنتخب نيوزيلندا بأن يذهب ولكن هنا لدينا قرار لدينا قرار يعني القرار ربما الهدف لم يحتسب أو ماذا؟ حتى نجعل المشاهد في قلب الحدث الهدف نعم الهدف احتسب 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 الهدف صحيح بالتالي استغربت يعني من 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 عدم احتساب الهدف، الهدف صحيح ثلاثة مقابل اثنين ثلاثة مقابل اثنين نعم وهنا لدينا ركنية جزائية في هذا الوقت إما أن تسجل وتستمر المباراة وهنا لدينا كرة لدينا تصدي مليون لين يتصدى للكره الباضيه ويبعد الكره الباضيه الدقيقه الاخيره الاخيره يا يوزند الاخيره 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 الاخيره, الأخيرة, الأخيرة, الأخيرة. الأن, الان 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 مر ولكنه لم يعبر لان التغطيه كانت حاضره لعبو منتخبي باكستان لابد ان يستعجل الوقت لاعبو منتخب باكستان لا بد ان يستعجلوا الوقت لانه لم يبقى الكثير على نهايه اللقاء وعلى نهايه المباراه وبالتالي الامور بدات تصعب 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 الان الان الكره ستعود المحاوله ايضا ستعود لمصلحه منتخب باكستان يحاولون بان يصلوا وان يسجلوا ولم يبقى الكثير يا باكستان هل غياب جديد هل من غياب مره اخرى نعم الان الكره الان تعود وبالتالي الصافره تاتي بخطا ربما اذا الكره مستمره والمحاوله ايضا مستمره اذا الكره نعم نحن في اخر الثواني خلاص ثلاثه مقابل سنين نذكر بالنتيجه إذا نيوزيلندا هي أقرب لأن تذهب إلى بطولة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس في النسخة رقم 25 ومنتخب باكستان بعد أن كان متقدما لم يحافظ ولم تحافظ كتيبة شهناز خان على نتيجة اللقاء وبالتالي نيوزندا تستحق بكل أمانة بأن تتأهل لأنها قدمت بطولة رائعة وتصفيات جميلة ولكن منتخب باكستان ظهر في أهم مباراة لكنه لم يستطع أن يقارع الكبار وأن يقارع قارعًا يزند التي ستذهب الى بطولة الالعاب الاولمبيه مره اخرى وستتواجد لم تغب عن اخر النسختين بينما غابت باكستان هنا هذه الكره لابد من ان ترسل الكره للامام لكن تقطع هذه الكره اذا جماهير باكستان ستكون حزينه على ضياع حلم التاهل للالعاب الاولمبيه وهنا الكره وهنا الكره ولكن ضاعت الكره الماضيه ضاعت اللعبه الماضيه وبالتالي الحكم الروسي الذي سيطلق الصافرة لم يبقى الكثير هنا الصافرة ستكون حاضرة الصافرة والجماهير بدأت تحسب الوقت الجماهير نعم تعد الوقت لأنه لم يبقى الكثير وهنا خطأ باكستاني باكستان الآن في الفرصة الأخيرة لكن تقطع ولدينا الخطأ الذي أوه خطا في هذا التوقيت خطا في هذا التوقيت وبالتالي تعود الروح لباكستان وتعود الروح لجماهير باكستان هل سيسجلون لكن ما هو القرار لم تنتهي الامور ولم تحسم الامور ما هو القرار نعم الخطا وعماد بعقب يطالب حكم المباراة بأن إن هناك ركنية جزائية لكن القرار جاء من حكم المباراة بأن هنا 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 هنا, هنا الكرة نعم الخطأ كان حاضر كانت في مضرب يد لاعب منتخب نيوزيلندا نعم وبالتالي القرار اتى من حكم المباراه بخطا لمصلحه منتخب باكستان الان الخطا سيكون حاضر وبالتالي الثواني الاخيره سيستعجلون الوقت سيحاولون بان يعودوا سيحاولون بان يسجلوا سيحاولون بان يسجلوا, سيحاولون بأن يسجلوا الهدف الثالث لكن بصراحه ملعب جميل بصراحه خاصة مع تزايد الجماهير مع الحضور الجماهير الملعب يتسع لأكثر من خمسة ألاف متفرج وهنا الكرة ستعود والمحاولة أيضا أنها ستعود ولدينا الآن الكرة عادت مرة أخرى لمصلحة باكستان ولكن تقطع والصافره تاتي الآن ليعلن حكم المباراه نهايه اللقاء بتاهل منتخب نيوزلندا الى الالعاب الاولمبيه الصيفيه باريس بعد الفوز على منتخب باكستان بثلاثه اهداف مقابل هدفين تاهل اخر ياتي لمنتخب نيوزلندا وغياب اخر ياتي لمنتخب باكستان عن الالعاب الاولمبيه اذا منتخب نيوزلندا نيوزلندا بثلاثه اهداف يكون بذلك هو المتاهل الثالث من هنا من سلطنه عمان اذا نيوزلندا ترافق الكبار ترافق منتخب المانيا وبريطانيا العظمى وبالتالي باكستان ضاعت الامال تبخرت الاحلام باكستان لن تذهب الى باريس ونيوزلندا ستكون حاضره في باريس اذا الامور بالنسبه لهذا اللقاء انتهت وشبيه